الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أنواع الحرايق وقلنا إن عندنا 5 فئات أو 5 أنواع من الحرايق واتكلمنا عنهم بالتفصيل، وفي نهاية الحلقة قلنا إن عندنا مواد كتيرة جدا بتستخدم في إطفاء الحرايق وذكرنا منهم 5 حاجات واللي هما المية والفوم أو الرغوة وغاز ثاني أكسيد الكربون والبودرة الجافة والبودرة الرطبة. لو ما كنتش شفت الحلقة فلينك الحلقة هيظهر دلوقتي قدامك على الشاشة وهتلاقيه كمان في وصف الفيديو. جه الدور دلوقتي ان احنا نفهم التكنيك اللي كل واحدة من المواد دي بتطفي بيه الحريقة وايه المناسب منهم عشان نستخدمه مع كل نوع من انواع الحرايق، وده اللي هنعمله الحلقة دي. استنونا، انا المهندس ماركو وهيب وانت بتتفرج على بتاع السيفتي. اهلا بيكم. بمجرد ما بتيجي سيرة التعامل مع الحرايق قدامك متهيالي أول حاجة دماغك هتفكر فيها هي المية. المية هي أول وأرخص مادة بنستخدمها لإطفاء الحرايق وأكتر مادة سهل توفيرها. فأول نوع معانا من أنواع طفايات الحريق وأول مادة بتتعبى بها الطفايات هي المية. طيب إيه اللي بيخلي المية تطفي الحريقة؟ اللي بيخلي المية تطفي الحريقة إن هي بتمتص الحرارة الموجودة في نار الحريقة. فلما الحرارة دي بتتنقل من المادة المولعة للمية، درجة حرارة المادة اللي حصل فيها الحريقة دي بتنزل لدرجة حرارة أقل من درجة الحرارة اللازمة لاشتعال المادة دي، فالحريقة بتطفي، لأن كل مادة كده بيبقى ليها درجة حرارة معينة بتولع عندها. فلو أنت نجحت إنك تقلل درجة الحرارة في محيط المادة المولعة دي لدرجة حرارة أقل من درجة الحرارة اللازمة لاشتعال المادة دي، ساعتها الحريقة هتطفي. وده لو انتوا فاكرين اللي سميناها التبريد في اول حلقة خالص اتكلمنا فيها عن الحريق واللي ذكرنا فيها بالتفصيل مثلث الحريق. يبقى المية بتطفي الحرايق لانها بتمتص الحرارة. طب هو ازاي برضو هندسة المية بتمتص الحرارة الموجودة في نار الحريق؟ المية بتمتص الحرارة من خلال انها بتحول طاقة الحرارة الموجودة في نار الحريق دي لصورة تانية من الطاقة. كلنا عارفين القانون اللي بيقول ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وده معناه ان نار الحريق عشان تطفي فلازم الحرارة الموجودة في النار دي تتحول لصورة تانية من الطاقة، وده اللي المية بتعمله. بتستخدم الطاقة الموجودة في نار الحريق دي عشان تغلي وتتبخر كمان، والعملية دي بتستهلك كمية كبيرة جدا من الطاقة كفيلة انها تقضي على الطاقة الموجودة في الحرارة بتاع الحريق، وبالتالي درجة حرارة المادة المولعة بتنزل والحريقة بتطفي. وعشان تبقى متخيل ازاي المية بتاكل كمية كبيرة جدا من الحرارة عشان تتحول بس من الحالة السائلة للبخار عند الغليان، خلينا اقولك ان 1 كيلو جرام من المية بيستهلك 540 كيلو سعر حراري او 540 كيلو كالوري عشان يتحول من الحالة السائلة للبخار عند 100 درجة مئوية، والكيلو كالوري او الكيلو سعر حراري ده هو كمية الطاقة اللي بحتاجها عشان ارفع درجة حرارة 1 كيلو جرام مية او لتر مية درجة حرارة مئوية واحدة. فتخيل كده انك حطيت حلة فيها لتر مية على النار وحطيت في الحلة دي ترمومتر. تخيل ان كمية النار اللي لتر المية ده بيستهلكها عشان ترفع درجة حرارته من 25 درجة ل 26 درجة مثلا، لتر المية ده بيستهلك قدها 540 مرة عشان يتحول بس من الحالة السائلة للبخار عند 100 درجة مئوية. تاني حاجة بقى معانا من انواع طفايات الحريق او من المواد اللي بنطفي بيها الحرايق هي الرغوة او الفوم، وعشان يبقى سهل عليك تفتكرها افتكرها كده بفوم الحلاقة، واللي الفوم ده بيبقى شبهه جدا. الفوم او الرغوة دي بتبقى عبارة عن مية مضاف ليها مواد عضوية بتعمل زي فقاقيع هواء او رغاوي جوه المية اللي هي متخففة بيها. الميزة في الرغوة ان كثافتها نتيجة الفقاقيع والرغاوي اللي موجودة فيها دي بتبقى اقل من المية، فلما بتستخدم في اطفاء الحرايق بتبقى متعلقة على وش المادة اللي بتطفيها وبتعمل عليها كده زي طبقة عزلة بتفصلها عن الاكسجين الموجود في الجو والحريقة بتطفي، والطبقة العزلة دي بتمنع بشكل كبير جدا ان الحريقة تولع مرة تانية. تالت حاجة معانا من انواع طفايات الحريق او من المواد اللي بنستخدمها في اطفاء الحرايق هو غاز ثاني اكسيد الكربون، واللي بيخلينا نستخدم غاز ثاني اكسيد الكربون في اطفاء الحرايق هو المشهد ده. ثاني اكسيد الكربون لا يشعل ولا يساعد على الاشتعال. ثاني اكسيد الكربون لا يشعل ولا يساعد على الاشتعال. بالظبط كده، غاز ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، فلما بيستخدم في اطفاء الحرايق بيقلل نسبة الاكسجين الموجودة في الجو، وده اللي سميناه قبل كده الخنق، والحريقة بتطفي. ده غير انه عشان يستخدم في طفايات الحريق بيتحط تحت ضغط عالي جدا عشان يبقى في الحالة السائلة، فلما بيخرج من الطفاية بتبقى درجة حرارته سالب 76 درجة مئوية او 76 درجة تحت الصفر، وده بدوره بيساعد على تبريد الحريق. اهم ميزة في غاز ثاني اكسيد الكربون انه مش بيسيب وراه اي اثر بعد ما بيطفي الحريقة، وده بيخليه مادة الاطفاء الاكثر ملائمة لو انا عندي حاجة محتاجة احافظ عليها بعد ما انقذها من الحريق، زي مثلا لو عندي فلوس او اوراق مهمة.
لكن لازم اخلي بالي لو بستخدمه في مكان مقفول ان اكون عملت اخلاء للمكان، او ان الشخص اللي هيكافح الحريقة يكون لابس قناع متصل باسطوانة لو لزم الامر، لان زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون اثناء استخدامه في مكافحة الحريق ممكن ينقص نسبة الاكسجين لدرجة انه ممكن يسبب اختناق، فاما استخدمه في مكان مفتوح يا اما خد بالي من الاجراءات اللي قلنا عليها. اما بقى رابع حاجة معانا من انواع طفايات الحريقة والمواد اللي بنستخدمها في اطفاء الحرائق هي البودرة الجافة. وزي ما افتكرنا كده الرغوة والفوم بفوم الحلاقة، فالبودرة الجافة ممكن نفتكرها كده في دماغنا ببودرة التلك. عارف بودرة التلك كده لما بتحطها على ايدك بعد ما بتنفضها بتحس كده انها لسه لازقة في ايدك؟ البودرة الجافة كده نفس الكلام، لها قدرة انها تلزق على سطح المادة المشتعلة فبتفصلها عن الاكسجين وبتمنع انتشار تفاعل الحريق. البودرة الجافة في منها انواع كتير وبيدخل في تصنيعها تشكيلة كبيرة من المواد زي بيكربونات الصوديوم وبيكربونات البوتاسيوم وفوسفات الامونيوم ومواد تانية. بعض المواد دي بيبقى قادر على اطفاء كذا نوع من انواع الحرائق، والبعض بيبقى متخصص في انه يطفي نوع معين من انواع الحرائق، وده بيبقى موصوف على الطفاية. التعدد ده في انواع البودرة الجافة خلاها كده الجوكر بتاع الطفايات، لان زي ما قلنا ليها القدرة انها تطفي معظم انواع الحرائق. اخر حاجة معانا من انواع طفايات الحريق هي البودرة الرطبة او الويت كيميكالز، وهي نوع معمول مخصوص لحرائق الفئة كي، واللي قلنا عليها الحلقة اللي فاتت ان هي حرائق زيوت الطعام، ومن الامثلة عليها اسيتات البوتاسيوم. البودرة الرطبة بتطفي الحريقة من خلال انها بتحوط الزيت المشتعل بطبقة من محلول عامل زي الصابون كده، فبيعزل سطح الزيت وبيطفي الحريقة، والبعض منها بيستخدم في اطفاء حرائق الفئة A. دول اهم خمس انواع من المواد اللي بنستخدمها في اطفاء الحرائق او من انواع طفايات الحريق. السؤال دلوقتي ازاي اختار المادة اللي اقدر اطفي بيها كل نوع من انواع الحرائق دي؟ كان ممكن ببساطة نعمل جدول ونقول ان المادة الفلانية بتستخدم لاطفاء الحريقة العلانية، لكن خلونا واحنا بنعمل الجدول ده نفهم هو ليه المادة دي هي انسب حاجة عشان اطفي بيها الحريقة دي. المية مناسبة جدا لاطفاء حرائق الفئة A، واللي هي زي ما قلنا زي حرائق الورق والخشب والبلاستيك. والمية بتبقى مناسبة جدا مع حرائق الفئة دي لان معظمها مواد مسامية بتمتص المية والمية بتتغلغل جواها وبتقدر تطفي الحريقة، وما بيبقاش فيه اي مشكلة من استخدام المية مع الحرائق دي، وده النوع الوحيد من الحرائق اللي المية بتستخدم في اطفائه. ليه؟ هنعرف دلوقتي واحنا ماشيين في السكة. الفوم او الرغوة ممكن برضو يستخدم في حرائق الفئة A، لكن التميز بتاع الرغوة بيبقى في حرائق الفئة B، واللي هي السوائل الملتهبة زي البنزين والديزل ومنتجات الكحول. طيب ليه المية ما ينفعش تطفي المواد دي؟ وليه الفوم هو المميز مع حرائق السوائل الملتهبة دي رغم ان هو ووتر بيز او زي ما قلنا اساسه مية؟ تخيل كده لو عندي تانك زي ده فيه بترول مثلا والتانك ده ولع، لو استخدمت المية بالشكل ده فالمية لان كثافتها اعلى من البترول فهي هتنزل تحت البترول ومش هتأثر على الحريقة نهائي، بل بالعكس دي ممكن تصعبها اكتر. لكن الفوم نظرا لان كثافته اقل من البترول فزي ما قلنا الجزء اللي هيطفيه هيعمل عليه طبقة تمنع ان البترول اللي تحتها يولع مرة تانية، وكل ما هستخدم الفوم كل ما الطبقة دي هتغطي التانك كله لحد لما هقدر اطفي الحريقة كلها. اما بقى حرائق الكهرباء واللي هي حرائق الفئة C، فاكتر حاجة مميزة في اطفائها هو غاز ثاني اكسيد الكربون، لان ثاني اكسيد الكربون فيه ميزتين مهمين. اول حاجة انه مش موصل للكهرباء فمش بيعرض اللي بيكافح الحريقة لخطر الصعق. تاني حاجة انه مش بيسيب اي اثر بعد الاطفاء، وده بيخليه مميز مع حرائق المعدات الكهربائية واللي ممكن تبوظ لو استخدمنا معاها اي حاجة ممكن تدخل وتركن جواها فتبوظ الاجزاء الحساسة بتاع المعدات دي. ومتهيالي من خلال كلامنا عن غاز ثاني اكسيد الكربون فهمنا ليه المية والفوم ما ينفعوش مع حرائق الكهرباء دي، لان المية والفوم اللي هو برضو اساسه مية بيوصلوا الكهرباء، وده ممكن يتسبب في صعق الشخص اللي بيكافح الحريقة. ولو انتوا فاكرين في الاوقات اللي بيحصل فيها امطار جامدة او سيول بنسمع عن حوادث صعق كهربائي للمواطنين نتيجة ان المية المتراكمة بتنقل لهم كهرباء من عمدان نور مكشوفة، زي ما حصل مع الكلب اللي في الفيديو ده واللي اتصعق من مشيه في المية اللي كانت حوالين عمود النور ده. كمان ثاني اكسيد الكربون ممكن يستخدم في اطفاء حرائق الفئة B في حالة عدم توافر الفوم، وفي الحالة دي فاحنا بنعتمد على خنق الحريق من خلال زيادة نسبة ثاني اكسيد الكربون ونقص نسبة الاكسجين. واخر حاجة بالنسبة لغاز ثاني اكسيد الكربون فبخاف استخدمه مع حرائق الفئة A، لان سرعة التطاير بتاعه نتيجة للضغط العالي الموجود جوه الطفاية ممكن تنشر الحريقة بدل ما تطفيها. البودرة الجافة زي ما قلنا كده هي الجوكر بتاع الطفايات واللي تقدر تطفي انواع كتيرة جدا من الحرائق.
بتطفي حرائق الفئة ايه زي المية كده، وبتطفي كمان حرائق الفئة بي، لكن في حرائق الفئة بي الفوم مميز اكتر من البودرة، لان السوائل الملتهبة مش بيبقى من السهل انها تولع مرة تانية لو اتطفت بالفوم، لكن لو اتطفت بالبودرة الجافة بيبقى من السهل انها تولع مرة تانية. وهتلاقوا في وصف الفيديو لينك فيديو بيوضح الفرق بين استخدام الرغوة والبودرة في اطفاء حرائق الفئة بي. البودرة كمان ممكن تطفي حرائق الكهرباء، لكن غاز ثاني اكسيد الكربون مميز اكتر من البودرة في الحرائق دي، لان البودرة لما بتدخل جوه المعدات الكهربائية بتلزق على الاجزاء الحساسة للمعدات دي وبتتلفها، فلو لحقناها من الحريق فهي بتبوظ من البودرة. الحاجة اللي يعتبر انها مش بتطفي غير بالبودرة فهي حرائق المعادن، واللي هي حرائق الفئة دي، وتعتبر البودرة متخصصة في اطفاء النوع ده من الحرائق. اخر نوع معانا هو البودرة الرطبة، واللي قلنا انها متخصصة لحرائق زيوت الطعام، وبعض الانواع منها متخصصة لحرائق الفئة ايه. وبكده نكون خلصنا كل كلامنا عن خطر الحريق. هتلاقي كل الحلقات اللي اتكلمنا فيها عن خطر الحريق متجمعة في البلاي ليست اللي هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة. لو كنت استفدت من الحلقة والحلقة عجبتك فما تنساش تعمل لها شير عشان الباقيين يستفيدوا منها زيك. نشوفكم الحلقة الجاية من برنامج بتاع السيفتي. فكر وقدر قبل ما تعملها وتتحسر.